السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج المشهد، والتي نناقش فيها إعلان الرئيس محمد بن الشيخ الغزواني نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في نهاية شهر يونيو القادم. الرئيس غزواني أعلن من خلال رسالة نشرها مكتبه، أعلن عن نيته الترشح وقدم ملفه أيضا للمجلس الدستوري يوم الجمعة الماضي. ونتحدث في هذه الحلقة عن أسباب ترشح الرئيس غزواني في لهذه الدورة من الانتخابات، وعن الأداء أو الحصيلة السياسية له خلال فترته الأولى أو مأموريته الأولى. أسعدنا لنقاش هذا الموضوع أن يكون معنا السيد الشيخ إبراهيم ولي الدين، نائب الأمين التنفيذي المكلف بالإعلام في اللجنة الوطنية للشباب في حزب الإنصاف الحاكم. أستاذ إبراهيم، أهلا وسهلا بك. البداية، الشكل الذي ورد فيه خطاب الترشح أو الإعلان عن نية الرئيس الترشح بدأ كما لو كان غريبا، يعني خاصة أنه احنا في بلد تنتشر فيه نسبة الأمية، وبالتالي هل من الطبيعي أن يكون إعلان ترشح الرئيس من خلال رسالة مكتوبة قد يكون العدد الذي يطلع عليها محدود، أو لنقل مستوى معين من النخبة، أو مستوى معين من رواد التواصل الاجتماعي تحديدا؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا جزيلا. مرحبا. بالنسبة لما يتعلق بسؤالكم، سؤال وارد يستحق أن نقف عنده. رسالة ترشح فخامة رئيس الجمهورية جاءت بالنسبة لنا في حزب الإنصاف في إطارها المناسب وفي توقيتها المناسب. هذه الرسالة جاءت إذا اعتبرنا أن نسبة الأمية موجودة على مستوى المجتمع، فإنه يمكن القول أن في كل بيت موريتاني إنسان قارئ، وفي كل بيت موريتاني أيضا هاتف جوال. أصبحت المواطنون منتشر. اليوم مرتبطون بالإنترنت بشكل مباشر. رئيس الجمهورية اختار أيضا أن تكون رسالة الترشح موجودة في كل بيت موريتاني، لا أن تكون من خلال مهرجان كبير له زخمه، لكن مهما بلغ المهرجان من الزخم ومن قوة الحضور فإنه لن يبلغ تأثير هذه الرسالة التي ستلج إن شاء الله تعالى كل بيت موريتاني من خلال أحد أبنائه ومن خلال جميع أفراده. بالتالي جاءت هذه الرسالة في إطارها النوعي وإطارها الكمي لتحمل دلالات كبيرة، دلالات تعبر عن ما يدور في خلاجات رئيس الجمهورية تجاه شعبه وتجاه مواطنيه من الاهتمام ومن السعي الجاد في مواصلة هذا المسار الذي بدأه قبل 5 سنوات وسيستمر إن شاء الله تعالى في المأمورية القادمة بإذن الله تعالى. إذن هذه الرسالة جاءت لتصل إلى كل بيت موريتاني ليعايش الرئيس المواطنين وليلتقيهم من خلال هذه الرسالة عن قرب، لأنها رسالة كانت من القلب إلى القلب، رسالة استطاع من خلالها فخامة رئيس الجمهورية أن يعبر عن كل ما يدور في قلبه تجاه مواطنيه وتجاه جميع أفراد المجتمع، من خلال النظر إلى الطبقات الهشة، من خلال النظر إلى الشباب باعتبارهم صمام أمان البلد وباعتبارهم الفئة الأكبر حضوراً والأكثر تأثيراً. رسالة رئيس الجمهورية جاءت تحمل دلالات كبيرة. طيب، بالنسبة للشباب في الرسالة هنالك حديث حول أهمية الشباب وحضوره، بل قال الرئيس في رسالته أن المأمورية القادمة ستكون مأمورية الشباب. ربما يقول بعض أنه هذا في النهاية سيكون ضده، هذا يعني بالضرورة أن الرئيس ينبغي أن يكون شابا. ربما يكون لرئيس الجمهورية وجهة نظر في هذا الموضوع. رئيس الجمهورية أراد أن تكون المأمورية مأمورية للشباب، لكن إذا راعينا حضور الشباب على مستوى الفترة الماضية من تولي فخامة رئيس الجمهورية لمقاليد السلطة، نجد أن للشباب حضورا طاغيا في المشهد السياسي. أول مرة في موريتانيا يتم استحداث لائحة برلمانية خاصة للشباب، استطاع من خلالها البرلمان أن يضم 11 شابا موريتانيا. وجدنا أيضا إعادة المجلس، هيكلة المجلس الوطني للشباب، واستطاع من خلال رئيس الجمهورية أن يبرز حضور الشباب وأن يعيد إلى هذا المجلس ألقه وأن يكون له حضور قوي على مستوى تمثيل الشباب، باعتباره مجلس يتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية وينبغي أن يكون على مستوى تطلعات الشباب. طبعا ما زلنا نأمل الكثير من المجلس الوطني للشباب الذي ينبغي أن يكون المباشر لوصول رسائل رئيس الجمهورية إلى الشباب. إذن رئيس الجمهورية أراد أن تكون هذه المأمورية القادمة مأمورية شبابية امتياز، من حيث حضور الشباب على المستوى السياسي، من حيث حضور الشباب أيضا على المستوى الاجتماعي، من حيث تعزيز الفرص أمام الشباب للولوج إلى سوق العمل، من حيث محاربة البطالة التي
ترقي بظلالها على بلدنا كما ترقي على غيره، ثم كما طيب. ترقي بظلالها على غيره من البلدان. طيب هل يمكن أن نفهم من ذلك أن هناك مستوى معين من الاعتراف بأن أداء الرئيس خلال مأموريته الأولى في ملف الشباب لم يكن بذلك التميز، خاصة أننا لاحظنا أنه هناك نسبة كبيرة من هجرة الشباب غير المسبوقة، هناك إشكالات متعلقة بالبطالة، متعلقة بالتعليم، متعلقة بالشغل، مختلف الملفات المرتبطة بالشباب هناك إشكالات كبيرة مرتبطة بها خاصة خلال الفترة الماضية. إذا قارنا مأمورية رئيس الجمهورية في 5 سنوات فإننا نجد أن ما تحقق للشباب خلالها لم يتحقق خلال 60 سنة من مسار الدولة. 60 سنة. نعم، لأول مرة كما ذكرت آنفا تستحدث لائحة للشباب، ووصول أصوات الشباب إلى البرلمان يعني وصول إلى السلطة التشريعية، ووصول آراء الشباب وتعبير عن وجهات نظر الشباب وعن حضورهم الطاغي في السلطة التشريعية، وهذا بحد ذاته حضور مهم له ما بعده في المشهد السياسي. وأيضا إذا أدركنا أن رئيس الجمهورية يتحدث عن مأمورية للشباب فإن مستوى تطلعاتنا سيرتفع، خاصة وأننا شاهدنا ما تحقق في المأمورية الماضية من حضور متميز للشباب على كافة الأصعدة. إذا تحدثنا عن البطالة فإن البطالة مشكلة عالمية لا يمكن حصرها في مجال في بلادنا فقط، فإن معنا مشكلة عالمية، لكن الدول تختلف حيث نسبة البطالة فيها تختلف، يعني في بلد نسبة البطالة بنسبة مرعبة. الدول تختلف من حيث نسبة البطالة، لكن إذا قارنا دول العالم الثالث فإن مستوى البطالة سيكون متقارب إلى حد كبير. إذا نظرنا إلى الدول المجاورة في السياق الإقليمي لموريتانيا نجد أن معطيات البطالة ستكون متقاربة، خاصة على مستوى الإفريقي وعلى مستوى ايضا الساحل وعلى مستوى دول المغرب العربي. طيب وهذه الاعداد المهوله للمهاجرين ولمن يموتون في على طريق الهجره، بل ايضا حتى في الذهب، يعني في التنقيب التقليدي عن الذهب، الا يدل على حجم الماساه، على حجم المشكله في ملف التشغيل وملف البطاله؟ اولا ربما اختلف معكم في توصف هذه القضيه بانها ماساه، هذا اعتقد انه ربما يكون ظاهره طبيعيه، شباب برزت لهم تطلعات، الشباب اهتمامات كبيرة، الشباب بعض الطموحات التي يستطيعون تحقيقها، والهجرة لا تكون دائما سلبية، في بعض النواحي تكون إيجابية من حيث أنها تؤثر على الدخل القومي، من حيث أنها تعود على بلادنا بمبالغ طائلة من خلال التحويلات التي يرسلها أبناء الوطن في الخارج، وهي فرص أيضا لانتعاش الاقتصاد الوطني وأيضا لرفع مستوى دخل الأسر الموريتانية، حيث أن وهي مشكلة أيضا في إفراغ الوطن أو البلد من شبابه ونخبته ومتعلميه، نسبة الغالبية العظمى من هؤلاء المهاجرون حملت شهادات. لا أتفق معك في أن أغلبية المهاجرين حملت شهادات، فعلا من بينهم حملت شهادات، لكن أيضا من ضمنهم شباب عاديين، شباب لديهم تكوينات حصلوا عليها من خلال بعض الأعمال الحرة في بلادنا، واستطاعوا من خلالها أن يصلوا إلى مبتغاهم حيث تحقيق الهجرة، واستطاعوا أن يقدموا خدمة لوطنهم ولأهلهم من خلال التحويلات ومن خلال النشاط الاقتصادي وإنعاشه على مستوى الوطن، وهذا في حد ذاته يعد نقطة إيجابية. فعلا تحدث رئيس الجمهورية أعتقد في إحدى المرات عن اهتمامه بالشباب وعن عمل الحكومة على السعي إن شاء الله تعالى للحد من هذه الظاهرة، وذلك ما نتطلع إليه من خلال المأمورية القادمة إن شاء الله تعالى، لأنها مأمورية الشباب وبالشباب. طيب على مستوى الإقليمي، والرئيس تحدث عن ذلك، هنالك إشكالات أيضا جنوبا وشمالا، هنالك أحداث واضطرابات على الحدود في الجنوب والشمال، والحديد من المواطنين بل ومن القوى السياسية أيضا يتحدث عن أن هنالك ضعفا حكوميا في إدارة هذا الملف، في إدارة العلاقات بالجوار، في حماية المواطنين، هنالك ضعف في التعاطي مع الإشكالات الموجودة في الإقليم. ما يمكن الجزم به أن أي اعتداء على مواطن موريتاني حيث كان يمثل إساءة إلى فخامة رئيس الجمهورية أولا، وإلى بقية أبناء الشعب وإلى حكومته. وفخامة رئيس الجمهورية أيضا نحن نثق في حنكته وفي قدرته على إدارة هذه الأزمات وعلى تحويلها لصالح الوطن. هذه الأزمات طبعا تأتي في سياقها الإقليمي، نحن في منطقة ملتهبة، في مالي مثلا عندنا صراعات الحركات الأزوادية في الشمال مع مالي ومع القوات الروسية، تدخل الروسي أيضا المتغلغل في إفريقيا في هذه الفترة، نحن في منطقة في غليان في هذه المنطقة، بالتالي لا بد أن تكون هنالك إكراهات وتداعيات لهذا على مستوى وطننا. السؤال ماذا فعلت موريتانيا إزاء هذا الاضطراب وإزاء هذه الأحداث؟ أعتقد أن في وزارة الداخلية أصدرت بيان قبل يومين حددت من خلاله مثلا على مستوى ما يتعلق بمالي، حددت من خلاله نقاط عبور آمنة، طبعا
لن يكون ذلك إلا بالتنسيق مع السلطات المالية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حضور القوي لفخامة رئيس الجمهورية، وأيضا أرسل وفد وزاري برئاسة وزير الدفاع لمالي لنقاش التطورات ولبحث العلاقات بين البلدين، والتي لا ينبغي إلا أن تكون في سياقها التاريخي وسياقها الإقليمي من خلال التعاون المثمر من خلال العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين. طيب، على مستوى الملف السياسي الداخلي، الرئيس تحدث في رسالة ترشحه أيضا عن ما وصفه بالهدوء السياسي. طبعا هذا الهدوء السياسي كان يتحدث عنه كثيرا خلال الفترة الماضية، ولكنه لم يتجسد في شيء ملموس، لم يتجسد في توافق سياسي، لم يتجسد، إذا ما استثنينا ما يعرف بالميثاق الجمهوري اللي هو في النهاية توافق ما بين حزبين من أحزاب المعارضة والحزب الحاكم، بقية الأطراف السياسية لا يوجد تفاهم ما، وبالتالي هذا الحديث عن الهدوء السياسي يقول بعض أنه في النهاية خدعة أو وهم أو يعني شيء غير حقيقي، لأنه لم يرتكز على اتفاق ولا على تفاهم يذكر ولا على أساس صلب. أعتقد أن المتأمل والدارس للساحة السياسية الموريتانية يدرك بجلاء مستوى اختلاف الخطابات السياسية ما قبل وصول رئيس الجمهورية للسلطة وما بعدها. نحن أمام رئيس الجمهورية استطاع أن يجلب إلى صفوفه بعض أبرز القيادات المعارضة، بعض الذين كانت لهم صولات وجولات في ميدان المعارضة السياسية، استطاع رئيس الجمهورية بحنكته وإقناعه أن يضمهم إلى صفه وألا في حد ذاته بداية للتأكيد على أن فخامة رئيس الجمهورية قادر على جذب الجميع، وعلى أنه أيضا قادر على التأثير في الجميع، وعلى أن صوت رئيس الجمهورية ورسائل رئيس الجمهورية تلقي بظلالها على الجميع. نحن أمام شهدنا انضمامات وازنة وكبيرة من التيارات السياسية عديدة لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية، وجدنا معارضين كانوا في أقصى اليسار استطاعوا أن يلتحقوا ببرنامج فخامة رئيس الجمهورية بنظامه وبأغلبيته الحاكمة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على إقناع رئيس الجمهورية لشركاء السياسيين وعلى قدرته على توفير الهدوء السياسي المطلوب في بلد كبلادنا في هذه الظرفية بالذات. ربما يقول لك البعض أنه مسألة انضمام قيادات من المعارضة وحتى أحزاب المعارضة للأغلبية أو تحالف معها ليس جديدا، حدث منذ عهد الرئيس المرحوم مختار الداده مع حزب النهضة، ثم حدث حتى في عترة الرئيس معاوية، حتى في فترة عبد العزيز أيضا انضم قيادات وشخصيات سياسية إلى حزبه. هذا لا يدل بالضرورة على أن هنالك هدوء سياسيا ولا على أن هنالك اتفاقا هدوء سياسيا أقصد يقوم على أساس صلب، وإنما هنالك حالة سياسية ممكن تكون ولكنها هشة لا ترتكز على أساس، بدليل ما حدث غداة انتخاب الرئيس غزواني في الانتخابات، وحدث أيضا أحداث أو على الأقل مواقف سياسية معارضة قوية ما بعد انتخابات 2023. إذن لا توجد أرضية لهدوء سياسي حقيقي، ما يتحدث عنه هو خدعة إعلامية بين قوسين أو دعاية سياسية. قل بعض، نحن نتحدث عن حقيقة سياسية لا نرى فيها، حقيقة سياسية بادية للعين، حقيقة سياسية تجسدت في أن من بين بعض المرجعيات الفكرية والمرجعيات بعض الأحزاب السياسية التي تولت بعد عهد قريب تمثل مرجعية كبيرة بالنسبة لهذه الأحزاب استطاعت الانخراط في برنامج فخامة رئيس الجمهورية. نحن نتحدث عن تغيير الخطاب، نتحدث عن غياب عبارات التخوين، غياب عبارات التي لا تليق بالمشهد السياسي، نحن نتحدث عن حوارات، نتحدث عن لقاءات بين رئيس الجمهورية وقادة المعارضة التقليدية، وهذا بادرة حسنة في حد ذاتها تحسد رئيس الجمهورية وتؤكد على أنه فعلا مستعد لإشراك الجميع وعلى أنه يرغب في بناء الوطن بسواعد أبنائه، وهو ما تجسد أيضا في الميثاق الجمهوري الذي تحدثتم عنه بين حزبين من أرسخ وأقوى أحزاب المعارضة بالإضافة من أقدم، خلينا نستخدم مصطلح أقدم وأقوى إلى وقت أقدم ما أقوى من حيث إلى وقت ما فعلا للتكتل والاتحاد وتقدم حضورهم الطاغي في الساحة السياسية. دعنا نحترم القارئ حينما نقول لكن القوي أو القارئ، نحن أمامنا انتخابات كلا الحزبين لم ينجح فيما في ولا في نائب واحد ولا في بلدية واحدة. عن الدلالة والحضور القوي للأسماء عندما نتحدث عن حزب تكتل مثلا. طيب، ولكن لا تقول أقوى يعني أعرق الأحزاب. فعلا أعرق، نتحدث عن تاريخ سياسي عريق تخرج منه جلد الساسة على المستوى الوطني، ورئيس حزب التكتل الآن يوجد في لقاءات مع رئيس الجمهورية وفي تشاور مع رئيس الجمهورية حول ما طيب تشاور أغلب أغلب قادة الأحزاب السياسية تشاور مع رئيس الجمهورية والتقوا به، ولكن ماذا هذا الأمر لم يثمر شيء، لم يثمر اتفاقهم، لم يثمر أرضية مشتركة. عادة يخرجوا بتصريحات إيجابية تؤكد على أن لرئيس الجمهورية إرادة في بناء الوطن وأن لرئيس الجمهورية سعي جاد في إشراك الشركاء السياسيين. لم نجد من بين لقاء رئيس الجمهورية أي رئيس حزب سياسي خرج
إلا بتصريح يفيد أنه كانت لقاءاته في رئيس الجمهورية لقاءات إيجابية، وإذا ما افترضنا أن جميع الساسة دافعهم لهذا هو الوطنية والقرار على الوطن، فإننا بالتأكيد أمام رئيس قادر بإذن الله تعالى على أن يكون له قصب الصدق في الانتخابات المقبلة. طيب وإن يستكمل مسار البناء إن شاء الله تعالى. ما حدث في انتخاب من اضطرابات ما بعد انتخابات 2019؟ إذا أخذنا مسألة نزاهة الانتخابات حينها وما أثير أيضا في بعد انتخابات 2023 من قبل المعارضة من أن هنالك حالة تزوير وهنالك إشكالات تتعلق بالعملية الانتخابية، وفي ظل الوضع الحالي أنه لم يتم تجديد أي إجراءات جديدة تتعلق بالشفافية الانتخابات أو في تحسين شروط أدائها حتى الآن، ألا يدل ذلك على أننا يمكن أن نواجه مشكلة فيما يتعلق بنتائج الانتخابات، فيما يتعلق بسير العملية الانتخابية ونزاهتها؟ هذا أمر روتيني دعبت عليه معارضة في وراء كل انتخابات، حيث أنها دائما تخرج بتصريحات تتهم بها انتخابات التزوير. وهنا دعني أتوقف أمام نقطة واحدة، لحد اللحظة أعلن أكثر من 10 مترشحين للرئاسه ترشحهم. كيف نصدق أن مجموعة هؤلاء المترشحين يريدون المشاركة في انتخابات لا ضمان لشفافيتها؟ نحن أمام مشاركين من المعارضة، مشاركين من أحرار، وبالإضافة إلى رئيس الجمهورية، هؤلاء جميعا دافعهم للمشاركة وبالتأكيد الحرص على الوطن، لكن ما الأرضية التي جعلتهم ينوون الترشح ويعبرون عنهم بالفعل؟ لو كانت مثلا الأرضية لا تسمح بإقامة انتخابات نزيهة لما كنا أمام هذا العدد الهائل من المترشحين. طيب حتى الآن نحن نتحدث عن مرشحين محتملين، لهنالك أزمة أيضا متعلقة بالتزكيات، وأنه في النهاية أغلب المترشحين يمكن أن يجدوا أنفسهم بدون تزكية، لأن هذه العملية ترتبط أيضا بالمشاركة بالانتخابات البرلمانية الماضية، وبالحصول حتى على مرشحين على مستشارين وعمد. الآن ونحن بين يدي بين قبل الموعد الانتخابي بشهر ونصف تقريبا، ما الذي يعول عليه الرئيس غزواني في ترشحه من جديد لمعمولية ثانية؟ يعول الرئيس غزواني على إنجازات كبيرة تحققت على المستوى الوطني. هنا تحدثوا عن تآزر، مثلا برامج تآزر الكبيرة التي وصلت إلى معظم أبناء الفئات الهشة، هذه المساعدات الاجتماعية التي يتم استفادة أبناء طبقات فقيرة منها طيلة العام خلال توزيعات نقدية شهرية، يستطيع من خلالها أبناء الوطن الحصول على بعض حقوقهم، وهي سابقة أيضا تحسب لفخامة رئيس الجمهورية. نتحدث عن تطورات على المستوى الصحي، ويتحدثنا عن التأمين الاجتماعي الذي تحقق بعهد رئيس الجمهورية، ونحن أمام تأمين كبير لفئات كبيرة من المجتمع، خاصة هي تحدثنا عن طبقات الهشة والطبقات غير الموظفة التي لم تكن باستطاعتها الحصول على التأمين الصحي كما سابقا، فإنها أمام فرص أخرى ستستطيع من خلالها أن تحصل على تأمين صحي وعلى رعاية صحية لائقة. نحن أيضا أمام تخفيض لبعض العمليات التي كانت مكلفة لابناء هذه الطبقات، نحن أمام رعاية صحية حقيقية على طيب مستوى. أغلب هذه البرامج كان موجودا يعني في النهاية في الفترات السابقة. ممكن أن اسمح لي، ممكن أن يكون اسم تآزر تغير من التضامن، وكالة التضامن إلى تآزر، ولكن في النهاية اسمح لي ممكن زيدت أيضا ميزانيتها، ولكن أيضا هذه البرامج ليست جديدة، والمشكلة أن هنالك سؤال وتساؤل وجدل بشأن أولا مدى حجم الاستفادة منها، لا يزال قليلا مقارنة بحجم الفقراء، حتى في جدوائية بعض المشاريع أيضا التي تطبق هذه أو تطلق هذه المشاريع أو البرامج التدخلية، فضلا عن مشكلة التأمين الصحي، لأنه في النهاية في ظل ضعف المراكز الصحية، في ظل الشروط التي تتضمنها الاستفادة من برامج التأمين الصحي، في النهاية العملية لا أستطيع، لا أريد أن أقول مفرغة من مضمونها، ولكن تأثيرها محدود جدا وفائدتها ومردوديتها محدودة على المواطنين في ظل ضعف الخدمات الصحية وضعف المراكز الصحية. لا أستسلم هذا أبدا. نحن إذا تحدثنا عن طبقات الهشة، إذا تحدثنا عن سكان المناطق النائية وسكان الريف، إذا تحدثنا عن سكان أحياء ضعيفة على مستوى ناشط، أحياء مكوناتها الشعبية من طبقات اجتماعية هشة، إذا نزلنا إلى الميدان ووجدنا أبناء هذه الطبقات سنجدهم يسان، وقد كان لي شرف بذلك حيث كنت في بعض المهام أحيانا أتواصل معهم، أجدهم شاكرين ومتمنين للمساعدات التي تصلهم من خلال فخامة رئيس الجمهورية.
عبر التوزيعات النقديه التي تصلهم بشكل دائم، عبر ايضا هذا التامين الذي تحدثت عنه. هذا التامين لم يكن موجود سابقا. نحن ينبغي ان نثمن ما تحقق وان نتطلع على المزيد في برنامج فخامه رئيس الجمهوريه. ما تحقق ينبغي ان يزداد وان يستفيد منه المواطنين، وله رؤيه واضحه في هذا المسار. وبالعوده الى رساله الترشحيه، نجد ان برنامج رئيس الجمهوريه لم يستكمل بعد، وانما له ان شاء الله تعالى افاق ستتحقق في المأموريه القادمه باذن الله تعالى. طيب، ما هي ما الذي يعول عليه الرئيس غزواني في انجاز مشاريعه، خاصه انه اطلق سلسله من الوعود المهمه، او لاقول الوعود لا اريد ان اقول حالمه ولكن طموحه في فترته حكمه الاولى، بعضها حتى الان لم يكتمل ما يتعلق بحجم حجم الحاصلين على العمل. في وعود كثيرة جدا لم تكتمل حتى الآن. على ما يعول الرئيس غزواني في استكمال هذه البرامج؟ هل يسمح لي، هل يعول على الغاز، على الثروات الطبيعية؟ على ما يعول في هذه البرامج حتى في تنفيذ هذه البرامج؟ يعول رئيس الجمهورية أولا على ثقة مواطنيه وناخبيه في الانتخابات القادمة إن شاء الله تعالى، الانتخابات الرئاسية القادمة. طيب، هذا كلام عام في النهاية، ولكن دعني أصل ما أريد أن أصل إليه. يعول رئيس الجمهورية على ثقة المواطنين. نحن تحدثنا عن مأموريتين لا يمكن اقتطاع احداهما دون الاخرى. نحن هنا في برنامج انتخابي، ما لم يتحقق منه في الفترة القادمة نريد ان نستكمل بناءه ووجوده مع المأمورية الثانية لفخامة رئيس الجمهورية. لكن لا تنسى ان بداية مأمورية فخامة رئيس الجمهورية ارتبطت باحداث عالمية كبيرة لها تأثيراتها ولها إكراهاتها على المستوى العالمي، وقد كان لبلادنا حظها ونصيبها من الكون، كان لله الحمد محدودا الى حد معين. نحن هنا نتطلع الى ان يستكمل رئيس الجمهوريه ما مضى من برنامج انتخابي، ونحن ايضا طموحون لاننا امام افاق واعده، امام مأمورية للشباب، امام مأمورية لاستفاده ابناء الطبقات الهشه، وايضا زياده فرص العمل وللحد من البطاله التي يعاني منها بعض شبابنا. طيب، خلال أعتقد الأشهر الماضية أطلقت حملة عبر التواصل الاجتماعي، أعتقد أن عنوانها مأمورية واحدة تكفي، أو عنوانا كهذا وهاشتاج كهذا. الفكرة التي يطالب بها هؤلاء هي أن الرئيس غزواني وقد أنجز مأمورية أولى، أنه تكفيه، أنه عليه أن يتنحى ويترك مجال، خاصة أنه رفع شعار متعلق بالشباب، والرئيس غزواني يعني في قريب من السبعينات من عمره، وبالتالي هذا الحديث عن الشباب وعن أهميته وعن دورهم لا يتناسب مع الحرص على الترشح مرة ثانية واستكمال المأمورية. كما تعرف أن الدستور يكفل لرئيس الجمهورية ترشح لمأمورية ثانية، وكذلك الأغلبية داعمة لفخامة رئيس الجمهورية تطالب رئيس الجمهورية بالترشح لمأمورية ثانية. كذلك برنامج رئيس الجمهورية وإكماله وتحقيق المزيد يستدعي من رئيس الجمهورية أيضا ترشح لمأمورية ثانية. كل هذه العوامل جعلت رئيس الجمهورية يختار التوجه لمأمورية ثانية لاستكمال ما مضى من إنجازات وتحقيق المزيد بإذن الله تعالى. أيضا دعني أعلق على هذه الحملة. هذه الحملة إذا وضعت في سياقها ووضعت في إطارها نجد أنها لها تأثير محدود. هذه الحملة عادة تكون من طرف مدونين في الخارج لديهم أهداف خاصة، لديهم رغبات في الحصول على إقامة في بعض الدول. أحيانا يقودهم ذلك إلى الهجوم على وطنهم، أحيانا يقودهم ذلك إلى بعض الامور التي لا يمكن وضعها في سياق المعارضه الطبيعيه، لا يمكن ان نعتبرها الا تهجما على الوطن وسعيا لاثاره الفتن داخله، ونحن نقف امام هذه الدعوات ونشج بها ونندد بها. طيب، اسمح لي، ليس في الامر تهجما على احد، هذا راي لمواطن في النهايه، بغض النظر عن تفسيرنا لاغراض هذه قضيه اخرى، هذا راي المواطن في النهايه يطرحه. قضيه كان وجيه او غير وجيه هذه مساله تناقش، ولكن في النهاية أنا لا نتهم أحدا بأي شيء. على كل حال، هو مواطن وهذا حقه وهذا رأيه. أنت أيضا لديك رأي لوضع الأمور في سياقها. لا، هذا ليس في سياقها، هذا هجوم على آخرين، ويعني نعتهم بعدم الوطني وليسوا موجودين معنا ليردوا. على كل حال دعنا كل أحد يقول رأيه، مسألة قضية متاحة. يعني الآن نحن أمام انتخابات رئاسية، هي الثانية كما أشرت، هي الثانية التي ترشح فيها الرئيس غزواني. هل يمكن أن نشهد عملية تغيير في موريتانيا من جديد برأيك، بحيث أن رئيس الجمهورية لا ينجح كما يحدث في الدول الأخرى، كما يحدث مثلا في السنغال من حولنا، كما يحدث، أم أنه في النهاية كما يقول البعض، في النهاية من يحكم هي
بين قوسين الدولة العميقة هي القبائل، هي جهاز الدولة الذي يفرض مرشحا بعينه، والذي في النهاية لا توجد لا أهمية للاعتبارات الأخرى، لا أهمية لاختيار المواطن، لا أهمية لمدى مناسبة برنامج هذا المرشح أو ذاك. المهم أنه هذا مرشح النظام سينجح سينجح. لا أعتقد أن احتمال عدم فوز فخامة رئيس الجمهورية بالممورية القادمة وارد، خاصة إذا وضعنا في الحسبان كم الأغلبية الكبيرة ومستوى التوافق الذي يقع حول شخص فخامة رئيس الجمهورية أولا، ثم حول برنامجه مستوى الإجماع الوطني الكبير الذي يحظى به رئيس الجمهورية من طرف الطبقات الهشة، من طرف أبناء الوطن، من طرف جميع أبناء الوطن، من طرف نخبة الوطن، ومن طرف أيضا الطبقات المتوسطة. رئيس الجمهورية ببرنامجه الانتخابي الماضي وبما تحقق منه استطاع أن يقنع الشعب، ونحن نتوجه إلى مأمورية ثانية بقدرة رئيس الجمهورية على اكتساب المواطنين وعلى الوصول إليهم، وذلك ما سيتحقق بإذن الله تعالى من خلال ثقة الناخبين. نحن أيضا في دولة ديمقراطية وفي أمام تنافس انتخابي طبيعي، بالتالي ما دمنا أمام هذه الخيارات فإننا أمام انتخابات ستكون إن شاء الله تعالى شفافة ونزيهة وتوضح الأغلبية الحقيقية لفخامة رئيس الجمهورية، والتي طيب لا شك ستزداد بإذن الله تعالى بعد انتخابات. طيب الإشكالات التي تشكو منها المعارضة أو حتى بعض مرشحي الرئاسة المرشحين المحتملين للرئاسة، قرأت بيانا قبل دخول الاستوديو يشتكي من بعض المرشحين يشتكون من إشكالات متعلقة بالتزكيات، أن هنالك توجيه أو تحكم في المستشارين والعمد من قبل أحزاب الأغلبية، وهذا أمر غير قانوني لأن المستشارين في النهاية أحرار في أن يزكوا هذا المرشح أو ذاك. النقطة الثانية متعلقة بشروط شفافية الانتخابات، أن هنالك إشكالات حقيقية، حتى الجهات الرسمية اعترفت بأن اللجنة لإدارة العملية الانتخابية خلال الفترة الماضية خلال سنة 2023 لم تكن على المستوى ولم تكن ناجحة، وأن الأمر شهد اختلالات كبيرة سواء في إدارة العملية الانتخابية أو في شروط النزاهة وفي عملية حتى عد الأصوات إشكالات كبيرة. ما الذي يضمن أن لا تكون انتخابات 2024 بنفس الشوائب والإشكالات التي حدثت انتخابات 2023؟ أعتقد أنه إذا كانت هناك شوائب قد حدثت في انتخابات 2023 فإن معرفتها وإنها يجب أن تكون خطأ يستفاد منه في انتخابات 2024، وبالتالي ينبغي العمل على تفادي مثل هذه الإحراجات. ينبغي أيضا للشركاء السياسيين، جميع كافة الشركاء السياسيين يكونوا يدا واحدة من أجل تحقيق أرضية انتخابية ملائمة تحقق مزيدا من الديمقراطية وتضمن للجميع الوصول إلى حقوقهم التي يكفلها لهم القانون والدستور. طيب. أما بالنسبة لحديثكم عن التزكيات التي تحدثتم عنها، فإن الانضباط الحزبي يملي على كثير من المستشارين وعلى العمد الانضباط بخيارات أحزابهم، ولا أستسيغ أيضا أن من يرى في نفسه الأهلية للوصول إلى الرئاسية لا يمكنه الحصول على عدد معتبر من التزكيات، لأننا ما دمنا أمام شخص لا يستطيع الحصول على عدد من التزكيات يكفل له الوصول إلى 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 ترشح الرئاسيات، فكيف سيكون حضوره على مستوى الناخبين؟ طيب إذا قلت إن هؤلاء ملزمون بخيارة أحزابهم ورفضت أحزاب الأغلبية أن تعطي تزكيات لغير مرشحي الأغلبية أو المقربين منها أو من تراه لا يعني في النهاية مرشح مستقل، لم كما شاهدنا من بعضهم أيضا في رسائلهم لم يترشح من قبل، حزبه السياسي لم يرخص بعد، لم يشارك في الانتخابات الماضية، إذا من أين له أن يحصل على التزكيات؟ اسمح لي، إذا كانت الأحزاب وإذا كان مستشارون ملزمون بقرارات أحزابهم وهو لم يترشح، من له أن يحصل؟ أعتقد أن اسمح لي، ألا يدل هذا على تحكم في العملية؟ أعتقد أن التدرج في كافة المشاريع ينبغي أن يكون واردا، لا أستسيغ أن يكون حزبا سياسيا ناشئا لم يشارك انتخابات بلدية ولا برلمانية يتطلع إلى الوصول لانتخابات رئاسية. في العمل السياسي لابد أن يكون هناك منطقة تدرج، لابد أن يكون هناك أيضا منطقة القواعد الشعبية التي تفرض لرئيس الحزب ولمرشحه الوصول إلى الترشح للرئاسية. بالتالي نحن أمام عمل في المشهد السياسي لابد أن يكون أصلا يترشح قبل أسابيع من وزارة الدفاع إلى لابد أن يكون، لكنه كان مرشح من بذرة الجيش، لكنه كان مرشح حزب، لكنه كان خيار حزب ودافع عنه واستطاع رئيس الجمهورية خيار رئيس خيار حزب خيار أمة يا أخي حزب الرئيس دعا خيار أمة خيار وطن خيار طيب. خيار أغلبية داعمة لا أنا ما أريد أن أسمح في برنامج فخامة رئيس الجمهورية ما أريد أن أمثل به أنه في النهاية لا شيء يمنع
أي مرشح جديد فعلاً. من أو ينبغي لا يكون هناك شيء يمنعه من أن يترشح في الرئاسة إذا أراد فعلاً. لكن ولا يحصل على التزكيات التي ينبغي أن تكون لديه القدرة على ترشح الرئاسة. نحن أمام ما معنى القدرة هنا؟ نحن أمام مرشحين للرئاسيات، لسنا أمام مرشحين لبلدية أو لنيابيات، نحن أمام مترشحين لقيادة الدولة. لابد أن يكون لهم حضور، لابد أن يكون لهم حضورهم الطاغي، حضورهم الشعبي، حضورهم الكبير الذي يحول لهم. لا يعني ذلك أن تجلس في النهاية وتحدد شروط اللعبة وتفرض على الآخرين وتقول لهم عليكم وعليكم. في النهاية الحزب الحاكم نفسه والأحزاب الحاكمة تأسست بقرارات فردية من الرؤساء. في النهاية أن يجلس هؤلاء فيحددوا من يترشح ومن لا يترشح، ومن يتحكم بالعملية الانتخابية. أن يوصف الأمر بأنه عملية تحكمية هذا أمر دقيق، ليس بأمر إشكال. في النهاية نحن قادمون من انتخابات توافقية شاركت فيها جميع الأحزاب، لكل حزب ما حققه فيها هذه المكتسبات على ضوئها ينبغي أن تكون الترشحات الرئاسيات. وهو ما الأحزاب كانت ممنوعة من الترخيص خلال السنوات الماضية، هذا ينبغي أن نثمنه في إطار في إطار سعي رئيس الجمهورية لإشراك الجميع، في إطار منع إنهاء المعاناة التي كانت تعاني منها بعض الأحزاب. طيب ولكن حينما يطالب هؤلاء بفتح الباب أمامهم للترشح، أخذ بالاعتبار أن هنالك شروط موضعية والأحزاب كانت ممنوعة من الترخيص. ثانيا نحن أحزاب لم ترخص لنا أحزاب، هذه قضايا واضحة. ينبغي أن تكون لديهم مؤهلات للترشح. نحن تحدثنا عن عدد معين من التزكيات، حزب لم يحقق بعد هذه التزكيات، كيف له أن يترشح لرئاسة الجمهورية؟ كيف يكون حزبا وهو لم يرخص؟ ذكرت آنفا أن التدرج لابد من المشهد السياسي، لابد أن نحن طيب هذا مهم جدا، التدرج لابد من المشهد السياسي. فعلا نحن أمام ينبغي نطبق هذا أيضا على الأغلبية وعلى المعارضة، أعتقد لكل مرشح فعلا لابد أن يكون المرشح صداهم ويكون له حضور ويكون له أيضا ماضيه وتاريخه السياسي. طيب شكرا جزيلا للسيد الشيخ إبراهيم ولي الدين، نائب الأمين التنفيذي المكلف بالإعلام في اللجنة الوطنية للشباب حزب الإنصاف، على مشاركته معنا في هذه الحلقة. مشاهدي الكرام، أقول لكم من حد فريق البرنامج وإلى حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.